Salam, j'espère que vous allez bien. Le sujet de l'aujourd'hui est la comptabilité des sociétés, muhasabat al-shirikat, et plus précisément, la création de l'entreprise. Je vous les écritures comptables, l'injouzouhom, lors de la création d'une entreprise qui fait le capital social. Je vous exercice qui va vous permettre de comprendre très bien. Alors, عليك بتاريخ 2 جانفي 2009 تم تكوين شركة مساهمة برأس مال يقدر ب 8 ملايين دينار، 2000 دينار في 400 سهم، مقسم إلى 2000 أسهم عينية والباقي أسهم مالية، علما أن عملية الاكتتاب تمت بالكامل، وأن مجلس الإدارة بعد تنصيبه قرر تحصيل رأس المال كما يلي: الأسهم العينية تم تحصيلها يوم الاكتتاب وتتمثل فيما يلي: مباني 1,500,000 دينار، معدات وأدوات 500,000، تجهيزات مكتب 1,000,000 دينار، بضاعة 200,000، مواد ولوازم 800,000. الأسهم المالية يتم تحصيلها على دفعتين: الدفعة الأولى تم تحصيلها يوم الاكتتاب حسب الحد الأدنى القانوني بتاريخ 15/6/2009، تم طلب الدفعة الثانية بتاريخ 1/7/2009، تم تحصيل الدفعة الثانية. المطلوب تسجيل عملية تأسيس الشركة وإعداد الميزانية الافتتاحية. هنايا اون انتربريز الكابيتال تاعها كان 8 مليون مقسم اون دو بارتي. عندنا اسهم عينية اللي هما شغل واش سكيلا انفيستي افيك دو ماتيريال، وهنايا اسهم نقدية الى انفيستي افيك دو لارجون. فوالا دوكا راح نشوفو قبل ما نبداو ليكزو تاعنا، قبل ما نبداو لي زيكريتور كونطاب، راح نحسبو شحال عندنا اسهم عينية وشحال عندنا اسهم مالية. تو سامبلومون اسهم العينية راح نجمعو هادو كامل: 1,500,000 + 500,000 + 1,000,000 + 200,000 + 800,000. كي نجمعوهم كامل راح تعطينا 4 ملايين. هادو هما الاسهم العينية. وش قعد سي الاسهم الماليه؟ دونك الكابيتال 8 ملايين، كي تنقص له 4 ملايين راح يقعدوا لك 4 ملايين. مي هنايا كيف كيف، وشوفوا واش قال لك: تم تحصيلها يوم الدفعه الاولى تم تحصيلها يوم الاكتتاب حسب الحد الادنى القانوني. الحد الادنى القانوني هذا سي على حسب لوكو دو كوميرس سي 25%. دونك راح نحسبه في يوم الاكتتاب شحال خلص. دونك راح نديرو 4 مليون فوا 25%، دونك 0.25 راح تعطينا 1 مليون. فوالا، ودوكا راح نشوفو العمليات الحسابية، نشوفو لي زيكريتور كونطاب. دونك راح أول حاجة نشوفو الحصص العينية سي 45611 أبور أون ناتور، مونطون تاع 4 مليون. هادي لا بيس جوستيفيكاتيف سي لو كونطرا. في الكونطرا الاخر راح يخرجوا لك هاد، راح يخرجوا لكم هادو كامل تلقاوهم. دونك فو كونطابيليزي على حساب لو كونطرا. دونك واش عندنا تان 45615 لي زابور اون نيميرو، الحصص النقديه. هنايا نحطو واش خلص في يوم الاكتتاب، سما هذا الان مليون هذه هي اللي نحطوها هنايا. لو كان خلص ديريكت شغل لا توتاليتي خلصها في يوم الاكتتاب نحطو ديريكت 4 مليون. مي هنا بيس قال لك خلص الحد الادنى القانوني اللي هو 25% على حساب الكود دو كوميرس، دونك نحطو هنايا مليون. فوالا، هذه 3 مليون اللي قعدت 4 مليون ناقص مليون قعدت 3 ملايين. هادي راح نحطوها في الصنف لي وسمو كابيتال سوسكري نو ابلي، هي 3 ملايين. كي تجمعوهم بيان سور كامل راح نطيح لكم 8 مليون. دوكا نروحو لكوتي الصنف، هذا توجور يمشي مع الميل اونس لي هو كيف كيف كابيتال سوسكري نو ابلي 3 ملايين. فوالا، و لو غاس راح نحطوه في الميل دوز كابيتال سوسكري
ابلي نون فيرسي. هنا مازال ما خلص باسكو هنايا سي الوعد بالمساهمه لا بروماس. دونك في ابري راح يجي لو بايمون. دونك راهو جا نبداو بلو بايمون. دونك هذاك شغل لي انفيستا راهو جاب هذيك الاسهم الماليه باش يخلص باش يحطها. دونك واش نجوزو كي يحطها ما يجيبش يحطها في البنكه، ما يجيبش يروح يمدها للنوتير، النوتير هو اللي يدير للبنك. دونك راح يعطي للنوتير سما الكونت تاع النوتير اللي هو 516 راح يدخلوه ب 1 مليون. فوالا مع هذا راح نسولديوه هاولي 45 615 45 615 1 مليون. نوتير الشاك هذا ماشي تاع النوتير، هذه تاع المؤسسة. دونك النوتير واش يدير؟ يروح يدي هذاك الشاك يحطو في حسابات تاع المؤسسة. دونك الكونت تاع البنكة تاع المؤسسة راح يدخل لها مليون. اي بيان سور راح يخرجوا من عند النوتير 516. هنا نكتبو بنك مع 516 نوتير. راح نشوفو هنا باللي مليون. فوالا عندنا هاد الكونت راح يتسولدا. فوالا مع هذا هادي باش من بعد كي نديرو البيلون دوفرتور جينا ساهل. وعندنا هذا كيف كيف راح يتسولدا. فوالا هادو راهم تسولداو ديجا هكدا. دوكا راح نشوفو لي زوبيراسيون لي خادم بعد ما شفنا هادي. دوكا راح نشوفو بعد ما شفنا الاسهم الماليه دوكا راح نشوفو الاسهم العينيه. فوالا دوكا واش نديرو تو سامبلومون هادو ندخلوهم في حسابات تاع المؤسسه. دونك واش نديرو مباني كونستركسيون 213 مع 215 معدات وادوات 215 تجهيزات مكتب 218 بضاعة 30 مواد ولوازم 32. اي بيان سور هذا راح نسولديوهم مع هذا مع لي زابور اون ناتشر 45 611. هنا راح نحطو 4 مليون وهنا راح نحطو تاع هاد لي زانفيستيسمون هادو 1 مليون 500 ميل مع 500 ميل 1 مليون دي مليون ناقص زيرو. والبضاعة 200 ميل اي اون ديرني 800 ميل مواد ولوازم. فوالا هنا راح نشوفو بلي هادا تانا راهو تسولدا. فوالا ومن بعد هاديك واش نديرو؟ الميل دوز هذا لازم الميل دوز هذا راهو 5 مليون. ديزولي هذا ما دوك الميل دوز هذا نروحو نصوديوه هكدا. دوكا واش راح نديرو؟ لو ميل دوز للميل طراز هذا وسمو كابيتال سوسكري. هنا باسكو خلاص راهو ديفيرسا كان ابلي نون فيرسي دوكا ولا كابيتال سوسكري ابلي اي فيرسي. فوالا هنا خلاص باسكو راهو دفع. دونك هذا راح يتصل داتا. بالمونطون تاع 5 مليون. فوالا
فوالا دوكا هادي في الاكتتاب سيبو سي ريغلي. دوكا نروحو لدوزيام ايطاب. قالك بتاريخ 15/6/2009 تم طالب الدفعة الثانية. هكذا دوكا نروحو نديرو هذا الطالب تاع الدفعة الثانية. تو سامبلومون طالب تاع الدفعة الثانية راح 46 45 615 les apports en numéraire. Oh, pardon. Rapport en numéraire. شحال قعد؟ Tout simplement, هذا هو المونطون. 3 مليون. Voilà. مع من هذا يمشي؟ هذا راح يمشي بيان سور مع صنف. صنف هذا راح نسولديوه. هاد الصنف راح يتسولدا مع الصنف. تلت ملايين. فوالا. دوكا بعد ما سولدينا هاد لي دو. هذا سي طالب. فوالا هنا سي هاد لوبيراسيون. طالب الدفعة الثانية. كي طلبناه راح كان نو ابلي راح يولي ابلي. راكو تشوفوا بلي هاد الميل 11 لازم يولي ميل 12. اي بيان سور نديرو لوبيراسيون تاع ميل 11 ميل 12. بون ما كان لها شاق فانا عاود نكتب لكم الكونت هذا واسمو راني كاتبو ديجا الفوق 3 مليون. هكذا دوكا راهو ولا ابلي سي بون. دونك واش نديرو؟ قالك تحصيل الدفعة الثانية. هكذا راح نخلصو الدفعة الثانية. كي نخلصو دوكا ما كان لها نجوزو بار لو نوتير باسكو سي بون لو نوتير بيس تحلت وبدا تخدم. دونك ندفعوه ديريكت في الكونت سي لو كونت 512. و تاني حبيت نقولكم حاجة برك. هاد الصنف هذا شغل عندك ماكسيموم 5 سنين باش تسولديه. دونك ما كي تحل اون انتربريز و درت بلي تخلصتو وما زدتش تخلص عندك 5 ans باش تزيد دفعة دوزيام اكسيتيرا. 512 مع راح نسولديو هذا 45 615 ابور نوميغاغ 3 مليون. واش قعد؟ راه سي بون درنا التحصيل. فوالا بعد ما درنا التحصيل واش نديرو؟ الميل دوز هذا اذا نبعتوه للميل طراز خلاص باسكو خلاص كان ابلي نون فيرسي دوك سي بون ولا ابلي اي فيرسي. ميل دوز اي ميل تخاز كيف 3 مليون. فوالا دوك نشوفو قاع لي كونت لي تسولداو. اونفان زعما كملناش. بون راكو تشوفو بلي هذا بون هذا ديجا راح يتسولدا. هذا راح يتسولدا مع هذا هكذا. هذا راني خلطتلكم لي كولور باش تعرفو شحال كونت مع من يتسولدا مع هذا. هذا يتصل ده مع الفوقاني. ديرو وانا هاوليك صنف. ميل اونس كيف 3 مليون. هنا بدلو كولور. هنا راح يتصل ده مع الفوقاني. هاوليك باش تشوفو بلي كامل لي كونت راح يتسولداو سي دي زيكريتور ليسونسيال. ومن بعد اون ديرني واش نديرو؟ راح نبعتو الميل طراز ميل تخاز للكابيتال اللي هو 101. هذا ما كان بالمبلغ تاع 8 مليون. الوغ هنا سي لو 8 مليون
8 مليون فوالا 8 مليون هادي راح تصول دا توجور هاي ليك هنا هادي عندنا هنا 3 مليون هاي ليك هاي ليك 13 3 مليون بلس هنا 5 مليون 5 بلس 3 صافي دير 8 فوالا هاي ليك هنايا بون هادي سي با هادي فوالا رانا كملنا لي زيكريتور كونطاب دون لو كا او وين ما كاش شغل يوم الاكتتاب يدفع كلش ما ندوزوش كاع بهاد الصنف ديريكت ديريكت نروحو من الميل دوز نحو الصنف ونحو الميل اونز هادي نروحو ديريكت ابلي ميل دوز ومن بعد البايمون سهلة مهلة فوالا انا شفنا كلش جيسبر كو فهمتو بيان دوكا نروحو نديرو لو بيلون دوفرتور لو بيلون دوفرتور راح يصرى يوم الاكتتاب هكذا باسكو بيلون دوفرتور ما يصراش في جوان راهو يصرى نهار شغل تفتح الشركة نهار شغل يتكريا رأس مال تاع الشركة دونك البيلون دوفرتور هذا راح يحبس هنا فوالا دوكا راح نديرو عندنا لاكتيف عندنا الباسيف هنا راح نجوزو لي زانفستيسمون هادو واش عندنا كامل 1,500,000 واش عندنا تان 1,500,000 500,000 1,000,000 200,000 800,000 او وي 800,000 فوالا هادو سي بور هادي سي لا كلاس 2 وهاد زوج سي لا كلاس 3 تسمى لاكتيف نون كورون ولاكتيف كورون وعندنا تان و لي 3 مليون هادوك لي ما خرجوش راح يخرجوا هنايا سي اسوسي لو كونت 456 سي 3 مليون واش مازال شغل لو كونت تاع لاسوسي واش مازال يدفع ايه هنا بيان سور راح نديرو كابيتال راح ندير لكم ديريكت لي هكذا باش ما سي لو 1000 1013 هذا سي نيميرو دو كونت راح نكتبهم لك كابيتال سوسكري ابلي اي فيرسي فوالا وهنايا راح نديرو كابيتال نو ابلي نو ابلي هنا راح نحطو واش دفع في الاكتتاب وهنا واش دفع ابخي لي 3 مليون لي ابخي دونك راكو حنا تشوفو بلي توتال سي هاي ليك توتال سي نو هنا راني غالط كالكو باغ نورمالمون سي 8 مليون نسيت لا بونك نسيت لا بونك نسيت لو كونت تاع بونك بونك كيما تعرفوها وهنا هاي ليك هنا دار 1 مليون فوالا كي نزيدو هاد 1 مليون راح تخرج لنا 8 مليون ورانا كمل درنا الميزانيه الافتتاحيه كي تلحق زعما نقولوا الميزانيه تاع الميزانيه الافتتاح شغل الميزانيه كي صرا شغل نقول نقدر نقولوا الختاميه كي صرا كي خلص كي خرج لنا الكابيتال هنا تو سامبلومون حيولي الكابيتال هنا كابيتال ديريكت ماشي نو ابلي ولا بالمونطون تاع 8 مليون فوالا هاد المونطون يا حساب هادا يروح و تان هادا يروح اي بيان سيغ البنك راح تولي 4 مليون تو سامبلومون هادي هي جيسبر كو سي كلير جيسبر كو فهمتو تخي بيان ان شاء الله الوغ راح نتمنى لكم بون كوراج اي جيسبر كو راح نتلاقاو تخي فيت ان شاء الله
Allez, bonsoir à toutes et à tous. Goodbye.